طيب على فكرة أنا ممكن المكالمة دي أبقى أنا براها، يعني مش لازم تجيبوا صورتي خالص، أنا عايز نهلة تتكلم وتقول ألو، هما يتكلموا مع بعض بقى، هي اللي تسأل وهو اللي يسأل، تشوفوا مع بعض هتعملوا. اتفضلي قولي ألو واتكلمي. الو الو ايوه عارفة احمد، أنت الألو طبعا، عارفه الالو، تقدريش تقولي حاجة تانية. عارفه الالو. يا دكتور مساء الفل، حلو، مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا كابتن اسلام، ازي حضرتك؟ الحمد لله، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام تمام الحمد لله. دكتور احمد، ايوه دكتور احمد طبعا هو خطيب كابتن نهل. اهلا بحضرتك. ازيك يا دكتور؟ والله الحمد لله تمام، كله كويس والدنيا كويسه. تمام الحمد لله. السؤال المعتاد، هل حضرتك كنت موافق على قرار كابتن نهله في اللي اتخذته باعتزالها؟ والله بص، والله حضرتك يعني نفس برضه اللي هي قالته السنه اللي فاتت. نفسي حد يقول ما انا بسال السؤال، هو انا بس انا فعلا عايز أبقى حاجه يعني انا فعلا ببقى العيله وطبعا وخطيبي، انا فعلا ببقى مدخلهم في اقل تفصيل، انا بحب اخد طبعا. اراء يعني الاراء في الاخر ونشوف ايه اللي افضل يعني. فطبعا انا صدعت في الفتره اللي فاتت دي بالذات، يعني احمد طلع عينه شويه معايا الفتره اللي فاتت، فطبعا يعني هو عارف القصه كلها يعني. اتفضل يا دكتور. لا حضرتك عارف يعني في جميع الحالات احنا اكيد هدعمها في اي قرار هي تاخده، بس يعني يعتبر ده انا شايف برضه من وجهه نظري ده وقت مناسب جدا، هي زي ما تقول كده ادت الدور اللي عليها على مدار السنين اللي فاتت مع النادي، وخصوصا كمان الموسم اللي فات كان موسم صعب قوي على النادي بالظروف اللي حصلت، فاعتقد هي يعني شافت ان هي ادت الرساله بتاعتها كلاعيبه جوه النادي، وان شاء الله بقى ربنا يكرمها باذن الله في الخطوه اللي جايه باذن الله جوه النادي يعني كده. يعني شايف ال 51 بطوله ان رياضي او نجم في كره الطائره او نجمه في كره الطائره وتاخد 51 بطوله حاجه كبيره جدا جدا، كيف تنظر انت بقى لهذا الامر؟ انا عارف ان انت لك علاقه في ما بين الاتحاد الدولي للكره للريشه الطائره للريشه الطائره يعني انت رجل رياضي وتعلم ايه الامور ماشيه ازاي، بتنظر للي هي بتعمله ده ازاي؟ او اللي هي عملته اوريدي يعني. الرقم ده من وجهه نظري يعني ده رقم مخيف جدا، رقم مرعب يعني. حقيقي. ما اعتقدش ان في حد يعني في العاب كثيره ان هو يقدر يوصل للرقم ده ويوصل لكم البطولات وكم الانجازات ده حتى مع نادي او مع منتخب او سو ايفر في اي لعبه من الالعاب. فده رقم في حد ذاته رقم محترم جدا، وشايف ان ده يعني تاريخ كبير ليها كلاعيبه. الناس كثيره محتاج تعرف حاجه زي كده، ان في لعيبه قدرت على مدار حياتها تقدر تكسب كل البطولات اللي هي شاركت فيها بغض النظر عن المغريات اللي حصلت وكل العروض اللي كانت بتجيلها، لا هي فضلت محافظه على انتمائها ولها جوه النادي، وان هي قدرت تحقق كل الانجازات دي جوه النادي الاهلي. طبعا ده حاجه يعني مشرفه جدا وحاجه قويه جدا يعني. وده عنوان حلقه النهارده، انه لما بتكون او اخلاقك ومبادئك وحبك وانتمائك للنادي الاهلي، النادي الاهلي اعتقد بيكرمك افضل تكريم يا نهله من خلال حب الجمهور، يكفي حب الجمهور يعني. بالظبط، يمكن يعني انا بعد قرار اعتزالي ولما طلع رسمي اتفاجئت بكم رسائل رهيب، يعني جمهور الاهلي زي كان بيحتفل بيا فعلا، انا الموضوع ده اثر فيا جدا وكان فوق ما اتخيل يعني. انا ما كنتش متخيله ان هلاقي كم الجماهير دي، ولغايه النهارده بينزلوا لي فيديوز وصور يعني الحمد لله. يمكن انا يعني ما كنتش متوقعه بصراحه الجمهور يعني ان يحتفل بيا بالطريقه دي يعني. فانا سعيده يعني، وسعيده ان انا يعني وشرف ليا ان انا في النادي الاهلي وكملت فيه، وعرفت ده كمان دلوقتي لما اعتزلت. طبعا دكتور، لما كانت نهلة بتلعب مباريات كنت بتتفرج على المباريات دي، ولا انت من النوع اللي ما بتحبش تتفرج على المباريات؟ لا لا اسألها، انا كنت يعني في الملعب. كنت بتروح الملعب؟ طبعا. شفت يعني المباريات الاخيره ازاي؟ يعني الاخيره ماتشات النهائيه ده. ايوه موجود معايا في الملعب طبعا. المنافسات الاخيره او الفتره السنتين اللي فاتوا دول تحديدا او السنه اللي فاتت تحديدا، المنافسات كانت صعبه جدا، كنت شايف المنافسات دي ازاي؟ وكان دور نهلة كنت شايفه ازاي جوه الملعب؟ بص حاجة تاني، هي طبعا فكرة ان اللعيبة اللي مشيت من النادي وراحت نادي تاني كان قوام اساسي، دي عملت اكيد شوية هزة في الفرقة طبعا، بس احنا كنا واثقين يعني كنا واثقين ان هي يعني كابتن نهلة برضو عندها من الخبرات الكفاية ان هي تقدر تلم الفرقة بتاعتها،
وان هي تقدر تشجعهم وتبوش عليهم ان هي ان هم يقدروا باذن الله يوصلوا السيزون بشكل كويس. وقد كان في النهايه ان هي لحد ما وصلوا فاينل الدوري ولعبوا قصاد الزمالك وقدروا ان هم ان شاء الله يعني الحمد لله ياخدوا الدوري، وكانت بطوله صعبه جدا كانت باينه يعني. هم محققين انجازات السنه دي يعني، انا مش عارف الحقيقه ليه الناس، لكن الكره الطائره بنات لا محققين انجاز، لو تاخد الدوري والسوبر طبعا اعتقد ان ده انجاز. انت خسرت الكاس بس اعتقد الكاس مش كده؟ تكسب اثنين وتخسر واحده ده انجاز كبير طبعا. انجاز كبير جدا. اخيرا يا دكتور لو حدث بتقول يعني حاجه لنهله تقولها ايه؟ اكيد طبعا هشكرها على كل السنين اللي هي قضيتها جوه النادي الاهلي كلاعيبه وعلى كم الانجازات اللي هي حققتها. اشكرها على انتمائها واخلاصها للنادي بتاعها، واشكرها على ان هي يعني ضحت بكثير في حياتها عشان خاطر ان هي تقدر تحقق الانجازات دي مع النادي كلاعيبه، وان شاء الله بقى ربنا يوفقها باذن الله في الخطوه الجايه باذن الله بعد الاعتزال. تقال انت مبسوط ان هي اعتزلت ها؟ لا والله خالص، انا قرارها ما عنديش مشكله خالص. انت مش فارق معاك، عايزه تعتزل معايا. الاثنين القرارين وجودها معاك هو الاجمل في هذا الامر. انا بشكرك جدا يا دكتور على هذه المداخله، شكرا جزيلا. مهم برضو وجود دكتور احمد، خصوصا ان هو رجل رياضي وله متواجد في الاتحاد الدولي للطائره للطائره الريشه، واعتقد ان ده برضو مخليه سند جيد ليكي. بالظبط، ويعني زي ما بقول لحضرتك انا بالعكس انا برجع له في اي حاجه طبعا، يعني مؤهلاته ان هو في الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي ان هو بالظبط ومدير يعني مدير تطوير، فاعتقد هو يمكن انسب حد ان انا اتكلم معاه في الرياضه او في خطواتي الجايه. فلا بالعكس هو بيدعمني كتير، وحتى يعني على قرار الاعتزال هو فعلا زي ما قال لي الكلام ده بيني وبينه، قال لي انت في اي قرار انا هدعمك فيه اللي انت شايفاه يعني. هو ولا مثلا كان في ناس اعتقد ممكن فعلا بيتبسطوا لما مثلا خطيبتهم تعتزل او كده عشان طبعا بتكون اتفرغت. بالظبط، هو لا بالعكس بصراحه هو دعمني قال لي في اي قرار هتاخديه انا معاكي يعني.